يلا نبدأ مع أول نوع من الـ HTTP Events، الجزء الخاص بالـ Validation Event. زي ما احنا قلنا، احنا عندنا مجموعة من الـ Events الخاصة بيه، هو الـ Validating، وده بتعمله Trigger قبل ما أبدأ عملية الـ Validation، Passes، Fail، و Done. هما دولت الأربع أنواع من الـ Validation اللي احنا نبدأ نشتغل عليهم إن شاء الله. الموضوع باختصار شديد جدا، إن أنا دلوقتي عندي الـ Validation بتاعتي. الـ Validation دي هتبدأ إمتى؟ قبل ما اعمل فاليديشن. فانا قبل الخطوه اللي بعمل فيها اللوب بتاعتي على الرولز، او ان انا اجيب الانبوتس، او بعد ما اجيب الانبوتس نفسها، هبدا رجل الفاليديتنج. وتعالوا نبطل كلام كتير ونبدا نشتغل. اول حاجه محتاجين نعملها طبعا ان احنا نعرف، نعمل ديفينيشن الايفنتس بتاعتي. فنيجي كده في التايبس عندي، هنمسح الكود خلاص. فاليديتور تايبس، ننزل تحت كده هلو اكسبورت، او تعالوا الاول نعرف كده، خليها حتى انلاين. فاليديشن ايفنت اكسبورت تايب فاليديشن ايفنت يوسف. اول حاجه عندنا الفاليديت، يعني مش هكتب النيم سبيس، لان انا كده النيم سبيس عندي ثابت. نكتب بس التايبس اللي انا اقدر اشتغل عليها. تاني حاجه عندي دن، اسف دن تمام. فكان عندي باسز، وعندنا فيلز، ولا نخليها بالمفرد بما اننا نخليها المفرد احسن. فيل باس بس ممكن، يعني لو عايزين كده نحسن الدنيا اكتر، عشان برضو الناس تتعود ان هي تبطل كسل، نكتب كل تريجر. هقول له مثلا ده تريجر، تريجر بيفور فاليديشن ستارت. انا مثلا اقول له تريجر افتر فاليديشن از دون، مثلا either fails or passes. ممكن بعد كده اقول له this event is triggered before pass and fail events. يبقى انا دلوقتي عندي ال event دوت بتعمل له trigger قبل الاتنين اللي تحتيه. اقول له انا trigger when validation passes with no error. Triggered when validation fails. يعني دي events بتاعتي. أولا الكود بقى شكله أوضح، ثانيا أنت عرفت كل واحدة بقى شغال إزاي. فأنا مش محتاج أخش ألف في الكود، هي الحاجة دي أنا هستخدمها فين. مجرد ما جيت قريت ال types خلاص أنا عرفت منين بيودي على فين. أنا نبدأ ننفذ الكلام ده. أنا أوريدي عندي في ال validator بتاعي بعمل validate هنا في ال scan. يبقى أنا عندي هنا ه trigger event بعد ما أجيب ال inputs، ه trigger event هنا. يعني مثلا أقول trigger validating event زي ما عملنا في database connection، وده اللي احنا يعني من الخطوه اللي احنا عملناها في الايفنتس بتاعت الداتابيس، نفس الكونسيبت هنعمله تقريبا في كل الكلاسز بتاعتنا. trigger method on method trigger given event sorry. انا بس نظبط دي كده، اجيب ديفين اوجمنت بابليك تريجر عندي الايفنت الطبيعي بتاعه طبعا فاليديشن ايفنت، والارجس هتبقى يعني ايا كان القدر. اقول له انا ريتيرن ايفنت دوت تريجر. في هنا نقطة بقى، انا هقول له انا فاليديشن زي ما احنا قلنا الفاليديشن ده يكون هو النيم سبيس بتاعي دوت اسم الايفنت بتاعي كده، ابعت له الارجس بتاعي. تعال نخلي ديت، انا شايف نخليها افضل بالمفرد، حاسها ماشي اكتر. واعمل واحده تانية لل subscription listen to the given event. في هنا برضو حاجه مش محتاج ان انا اعرف ايه الريتيرن تايب بتاعي، لان هو اوتوماتيكلي هيقرا الريتيرن تايب عندي من الريتيرن اللي هنا. يعني مثلا في الكيس بتاعتي هنا الريتيرن بتاعي يبقى event subscription زي ما احنا عملنا المرات اللي فاتت. ده انا الايفنت الكول باك برضه هقول له هنا اني، لان انا مش عارف بقى الطابع حسب نوع الايفنت. ريتيرن ايفنت دوت سبسكرايب برضه هنا فاليديشن دوت ايفنت اوكي، وابعت له الكول باك بتاعي. نفس القصه، مجرد ما اقف هنا هيجيب لي ريتيرن تايب بتاعي ايفنت سبسكريبشن.
ليه؟ لان انا عندي سبسكرايب بتراجع ايفنت سبسكريبشن، فانا مش محتاج ان انا اعرف ايفنت سبسكريبشن هنا لو جاي من مونجز ايفنت، لان هو خلاص هو اوتوماتيك هيعرف، مش محتاج ان انا اعرفه، فخطوه ان نسيسري يعني. طيب انا هنا هتريجر الايفنت بتاعي خاص بالفاليديشن، اقول له زيست دوت تريجر. طبعا دي من مميزات التايب ان انا اوتوماتيك اللي هو حدد لي انت عايز انا واحد فيهم، انا اقول له عايز ده. طب ايه اللي انا هبعته له؟ اول حاجه بعت له الرولز، انا هقول له دي الرولز اللي انا هشتغل عليها، دي الانبوت فاليوز اللي انا هتعامل برضو معاها، فابعت له الكلاس بتاعي، سوري الكلاس اللي انا هشتغل عليه بتاعي this. فدي الارجيومنتس اللي انا هبعتها للكول جاك ده. اول حاجه بقول له ان انا هتريجر الفاليديشن. طيب انا هنا هنزل تحت، انا خلصت كده الفاليديشن از دون، then trigger an event. هقول هنا trigger او this dot trigger done. طب ايه اللي انا بعت له؟ اول حاجه بعت له الستيت هو fails ولا لا، انا هقول له passes، فانا هقول له this dot passes. دي هتدي له يا ترو يا فولس. إيه ليه يعني؟ إيه؟ انا دلوقتي لو عايز الاسم على الفاليديشن ايفنت بتاع الدن، وانا الدن دلوقتي لو هعمله اول حاجه عايز اعرفها هو failed ولا لا، دي اول حاجه عايزين نعرفها. تاني حاجة ايه الرولز اللي عندنا اللي اشتغلنا عليها، وايه الانبوت فاليوز برضو، وذس. يبقى انا دي الحاجات اللي انا هبدأ لسن عليها او اللي انا هبعتها للكول باك لما تيجي تستخدمها. طيب تعالى نخلي دي كده passes، خليها كونستنت كده عشان انا هستخدمه دلوقتي تاني بدل ما تريجر المثل اكتر من مرة. فاجي هنا اقول له if passes، يبقى كده هنا trigger passes event، ان هو نجح. فاقول له مش محتاج طبعا انا بقى اقول له ان هو باس الورق، لان هو خلاص انت اوريدي داخل على الباس. هبعت له برضه نفس الارجيومنت، هي هي else، هتفجر التاني اقول له fails. انا ممكن في الفيلز ممكن مثلا نبعت له كمان الايرورز ليست، ايرورز ليست. يعني انا اقول له ان انا الفيلز، انا دي ايرورز بتاعتي ودي الرولز ودي الانبوت والارم، وممكن كمان نخليها هنا. انا دلوقتي انا تعالى نخلي مثلا دي الارجمنتس بتاعتي، اجي كده اعرف هنا كونست دان ارجس الكول باك ارجمنتس اللي انا بعت كول باك، كول باك دي غلط، هنخليها ارجس مثلا كده كلها كول باك. اول حاجه باسز. طيب انا دلوقتي فاضل لي الثلاثه دولت، انا عايز ابعتهم، بس عايز ابعت التاني اللي هو بعت باسز لو هو يعني if not passes قال له done كول باك ارجس دوت بوش الايروز ليست. يبقى هو يعني انا دلوقتي هيبقى في الدن عندي الكيس الاولى، تعالى نخليها تايب اوف مي ما تزعق لنا. لو هو الفاليديشن تمام يبقى السكند ارجمنت هيبقى الرولز، لو مش تمام هيبقى السكند ارجمنت الايرورز. فهي دي الفكره، ان دلوقتي انا ممكن ابعت لك الثلاثه يا اربعه، او ممكن اقول له else، ممكن اخلي دي كده ابعتها له اريد فاضيه ما فيش عندي ايرورز، ودي افضل شيء ممكن اعمله هنا دلوقتي دان كلوز، بحيث ان انت دايما بتبعت لك دان كول باك دوت بوش الفاليو بتاعتي ديت، شفت برضه دول، بحيث ان انا دايما ببعت لك نفس العدد ارجمنتس كل مره، مش مره مثلا اربعه ومره خمسه، لا ده انا هبعت لك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. فانا دلوقتي يا اما في عندي ايرورز يا اما بوش، او هي في الكيس دي تحديدا تحديدا مش حاجه من كده، لان انا دايما الايرورز ليست عندي يا تبقى الري فاضيه يا مش الري فاضيه، فممكن اصلا الغي الكلام دوت. انا خلاص قررت اني اغير رايي، هرجع اخليهم تاني هنا كده passes errors list this rules input values. هقول لي هو انت بتكتب الكود وتمسحها تاني؟ اقول لك اه، لان ده الطبيعي انك تكتب الكود وتمسحها تاني، طالما ان انت لقيت حل احسن افضل فانت بتوقف اللي انت بتعمله وتستخدم الحل الافضل ده. اولا هتقلل الكود عندك، زي ما انت شفت احنا الكود عندنا قل كميه تشيكس كتير، ثانيا الكود بقى بتاعك بقى منظم، ثالثا انت تحافظ على الكواليتي بتاعتك انت كديفلوبر، انت تحاول تشتغل بافضل طريقه ممكنه بس براكتس اللي يرضيك، تبقى ساتيسفايد لما تخلص كده بتاعك. طيب يبقى احنا كده عملنا تريجر ادي ايفنت 2 3 4. تعالوا نجرب نلسن على الكلام ده
نروح عند الراوت الغلبانة بتاعتنا بتاعت اليوزرز، حتى مش هنكلم بقى كل ده كده خلاص، ممكن كانسل ده برضو واعمل له مؤقتا لان احنا كده نحتاجه. هاجي هنا اقول له بقى فاليديتور. هنا في نقطة كمان مهمة، في نقطة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ انا اصلا الفاليديتور ده انا بعمل انستنس جديد منه في كل ريكوست، ده مش ثابت عندي زي الريكوست والريسبونس كلاسز. يعني لو ما كنت عملتش نيو فاليديتور تحت، لا ده انا في ال HTTP request ده انا بعمل كل مره نيو فاليديتور، ببعت له الداتا بتاعتي ديت. ففي الكيس ديت انا مش عارف ارد عليه من بره بالشكل ده، فانا لازم هنا ساعتها اخلي التريجر والاون اخليهم ستاتيك، بحيث ان انا اقدر استخدمه على طول، يبقى مرتبط بالكلاس مش مرتبط بالايه بالاوبجكت بتاعي. طبعا هنغير this dot trigger دي نخليها validator dot هو الاسم trigger، ماشي غيرهم كلهم و on، معرفش مش عندي حاجة on، on دي هتبقى من بره كده كده validator. تمام، يبقى انا هاجي هنا اقول له validator class بتاعي. دي من مميزات الباس aliases بالمناسبة، سيبكم من الأرقام ديت، ده extension كده بيديني الأرقام بس، يعني هو مش أكل بس أنا محتاجه في كل حاجة تانية. dot on لو فاليديتنج برضه نفس القصة، هنا لو كتبت حاجة غلط زي حرف الاس مثلا هيبدأ يزعلني. الأرجمنت بتاعت ان كان هقوله بس يعني لوج مثلا فاليديشن انا هفتح البوست مان قبل ما يخلص، شغاله كده لغاية لما اخلص ال طيب بقى كان new validator dot on done. تعالى ناخد arguments passes boolean errors هيبقى غالبا طبعا ممكن تكون عندنا، تعالى نخليها يعني مؤقتا قدامنا نبقى نحسنها. في عندنا ايه كمان؟ passes و date rules و input values new validator input values هتبقى any و rules برضو طيب log validation done nil 8 اوكي. انا مش محتاج الباقي بس انا بوريكم الاستخدام نفسه عامل ازاي. هنا on error او fails بمعنى صح، error fails ما عنديش ليه، انا عندي دول بس، انا اقول له validation failed ليه؟ لان انا عارف ان هو fail، يعني هو عمره ما هيتريجر الايفنت دوت الا هو fail. هنا done اقول له validation done من غير errors اوكي بس كده. طب هنجرب هي نروح عند الريكوست بتاع ال create new user و هلغي النيم أو أي داتا تاني ممكن أبعتها، طلع لي النيم از ريكوايرد، الايميل از ريكوايرد، يبقى هو كده فعلا failed. تعال نشوف بقى ال events هل اتعملت trigger ولا لأ. validation started validation is done with state false معناه كان هو مش passes، validation done معناه كان هو خلص، و validation failed. يبقى انا كده عندي الكود بتاعي شغال تمام جدا، مفيش عندي اي مشكله فيه. طب ده عايز نيم وايميل، تعال نديله نيم ايميل وادي نيم، هل هيظبط معانا ولا هيزعلنا؟ نيجي هنا تاني اهو validation started validation done was true validation done، في عندنا واحد تاني ناقص الباس مش شغال ليه؟ انا مش عليه اصلا الاسم، انا ما عملتلوش الاسم اصلا، انا كررت الدون مرتين. Mission passes. Okay. غلطان. نجرب مرة تانية. Okay. Validation started. Done. Passes. يبقى أنا كده عندي شغل بتاعي ماشي سليم جدا، مفيش عندي أي مشكلة فيه. أتمنى إن شاء الله تكون الفكرة وضحت. أنت ممكن تكون شايف استخدامها دلوقتي، بس أنت على الأقل تبقى عارف الكونسبت events وايه فايدته، لان انت تقريبا مفيش اي حاجه محترمه في الدنيا شغال من غير events.
فانت لازم تتعود عليها، لازم تتعود تستخدمها، ولازم تتعود تعملها في شغلك لحد ما تستخدمها. لازم تكون في سيستم خاص بيك، الشغل انت بتشتغل عليه هيسهل عليك الشغل، وهيسهل على الناس او التيم لو حد اشتغل معاك برضه شغل وحاجات كتير. هنا ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك متنساش تعمل لايك كومنت حلو زيك. لو مش مشترك في القناة اشترك لو سمحت، على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير ان شاء الله.